الحقيقة يعني نتشرف اليوم بأن نكون شركاء مع كلية أصول الدين في عقد هذا المؤتمر الهام الذي يعني يتشرف بكونه حول الإعجاز الطبي في القرآن الكريم. هذه قضية يعني بحثها كثير من الباحثون، تطرق للمرة الأولى في قطاع غزة في مؤتمر المحكم. هذا المؤتمر يجمع عديد من الخبراء والباحثين الذين سيتطرقوا إلى عدد من قضايا الإعجاز الطبي في القرآن الكريم. المؤتمر العلمي المحكم الدولي الخامس بعنوان الإعجاز الطبي في القرآن الكريم والسنة المطهرة بالمشاركة مع كلية الطب. والجدير بالذكر هنا أن هيئة الإعجاز بالجامعة الإسلامية مجلسها الكريم هو يعني ملتئم ومشكل من جميع الكليات، لأن الإعجاز طبعا اعتمدت الهيئة فكرة أن الإعجاز متعدد الوجوه وليس فكرة الإعجاز البياني فقط، وعليه فإن الهيئة تمتد علاقاتها مع جميع الكليات. تشرفنا في حضورنا المؤتمر العلمي في الإعجاز الطبي في القرآن الكريم والسنة المطهرة. لقاءنا يتكون من العديد من الجلسات بحضور عميد كلية الطب وعميد كلية أصول الدين وبالشراكة مع كلية الطب ومركز القرآن الكريم. لقاءنا حول مفهوم الطب في القرآن الكريم بوجه المخصوص. أكيد رح أطلع بكتير أشياء، لأنه أول إشي فيش إشي بنحضره ما بنستفيدش منه. كمان الجانب الطبي عنا ممكن إحنا كأطباء إنه دايماً ماخذ عنا فكرة إنه دايماً إحنا بالطب يعني بالعلم، فإشي كتير حلو إنه نكون بنعرف إنه إحنا بنعمل هذا الإشي إنه الله ورسوله شو حكوا عنه. يعني مثلاً زي العناية الصحية والجسدية والنفسية، إحنا دايماً عارفين إنه اهتم بصحتك علشان تكون عندك لياقة وزي هيك مثلاً، بس إنه هلقيت حيحرضوا أكتر من بحر رح يحكونا إنه ليش أو إيش وجه القرآن من هذا الناحية، فرح نطلع بفائدة كثير كبيرة إن شاء الله. نحن بحاجة لمعرفة وجوه الإعجاز الطبي في القرآن الكريم من خلال العبادات، من خلال التربية النفسية والجسدية، حيث أن القرآن الكريم راعى من ناحية طبية مراحل خلق الإنسان منذ الطفولة إلى الشيخوخة، وأيضا التطهر من النجاسات من ناحية طبية. من جمال القرآن الكريم وبديعه أننا في كل يوم نستطيع أن نتوصل إلى دراسة علمية وحقيقة علمية توصلت لها الأبحاث والدراسات الحديثة، كان القرآن قد أشار لها منذ آلاف السنين.